توج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل بهدف لهدف مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء الأحد. وثأر الأهلي لخسارته بهدفين لصفر أمام الوداد العام الماضي عندما أقيم النهائي من مواجهة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإسناد تنظيم المباراة للمغرب بعد سحب السنغال طلب التنظيم. وتقدم الوداد بواسطة يحيى عطية الله في الدقيقة 27 قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي في الدقيقة 78. وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر 4 أعوام. وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهلي بالتتويج مشيدا بالروح العالية التي تحل بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. كذلك حرص مانشستر سيتي بطل أوروبا على تهنئة المارد الأحمر وقال في تغريدة على تويتر: تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا، نراكم في المملكة العربية السعودية. وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدور الأبطال على حساب إنتر ميلان وكل من الاتحاد السعودي وأوراوا ريد الياباني وأوكلاند سيتي نيوزيلندي وكلوب ليون المكسيكي.